لا، بالنسبه للمركب الكبير ديال مدينه الدار البيضاء، هو كان دائما في الملفات ديال الترشيح ديال المغرب في كؤوس العالم السابقه اللي المغرب سبق انه ترشح لها. والاكيد انه لو يعني تقرر تنظيم المغرب لكاس العالم فيما سبق لكان هذا المركب هذا يعني واحد من المركبات اللي عليها رهان. الان اللي مخول باش ياكد او ينفي هو الاجهزه الوصيه اللي هي يا مشرفه على الملف ديال التنظيم، وكاين التفاصيل مع الشركاء اللي هما اسبانيا واللي هي البرتغال. وقطعا انا تنظن كسائر المغاربه ان الامنيه ديال توفر مدينه الدار البيضاء على مركب حديث كبير بسعه كبيره، لانه الطلب اللي كاين في مدينه الدار البيضاء، وكيعرفوا الجميع ان فريق الوداد وفريق الرجاء البيضاوي يعني الاقبال على المقابلات ديالهم يفوق يعني 60,000 الى ما كانش اكثر. فالحاجه الى ملعب يعني بمواصفات اولا حديثه وبسعه بقدره استيعابيه يعني اكبر. وتنظن ان الخبر اليقين سياتي من الاجهزه الوصيه يعني في ظل التاكيد ديال التنظيم ديال كاس العالم يعني 2030 ان شاء الله الرحمن الرحيم، اللي هو مكسب كبير وكبير جدا بالنسبه للمملكه. وانا جد متفائل بانه ان شاء الله الرحمن الرحيم سيكون الملعب الكبير مدينه الدار البيضاء في هذه التظاهره العالميه الكبرى. مدينه الدار البيضاء يعني دخلت منذ مده في ديناميه، الهدف ديالها هو الاستعداد لهذه المحافل الدوليه ولهذه التظاهرات الدوليه. كيف ما تبعتوا دوزنا في شهر يوليوز الماضي الاتفاقيه ديال سونارجيس من اجل تاهيل المركب الرياضي محمد الخامس لاحتضان كاس افريقيا للامم 2025 اسوه بالملاعب الكبرى في المدن المغربيه اللي غادي تشهد عمليه ديال التاهيل. هاد الدوره هذه عندنا اتفاقيه جد مهمه يعني رباعيه الشراكه مع الجامعه مع الوزاره المعنيه اللي هي ديال التعليم وديال الرياضه ومع الجهه وكذلك مجلس الجامعه من اجل تاهيل الملاعب اللي غتحتضن الفعاليات الموازيه ديال كاس افريقيا ان شاء الله الرحمن الرحيم، اللي هي في الحدود ديال 8 ملاعب ان شاء الله الرحمن الرحيم، واللي غيصادق عليها المجلس في هذه الدوره هذه. وبالتالي هذا الشيء هذه ديناميه دخلت فيها مدينه الدار البيضاء، اولا لتاهيل البنيه التحتيه الرياضيه ديالها باش تكون جاهزه لاستقبال هذه التظاهرات الدوليه اللي كتطلب واحد العدد ديال المستلزمات. موازاة مع ذلك البنيه ديال الطرق وديال النقل وديال واحد العدد الامور راه هي ماشيه مدينه الدار البيضاء في واحد البرنامج يعني محدد ومضبوط من ناحيه الاجال الزمنيه ديالو. اعتقد بان مدينه الدار البيضاء لها من المؤهلات ما يكفي انها تكون مدينه في قلب الحدث يعني بامتياز، ما كاينش اشكال في هذا الجانب هذا. تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.